اهلا بيكم اعضاء الجروب موست ويلكم فور اول. احنا النهارده في مؤتمر كبير عن دواء جديد وامل جديد لمرضى السكر، وان شاء الله معانا اكبر دكتور في على مستوى العالم الدكتور مارك فور تو توك تو اس اباوت ذس نيو ميديكيشنز. موست ويلكم فور ماي شانل ان يوتيوب اند اي ام هابي تو سي يو توداي. جاست وي وانت تو توك يو اباوت ذا نيو ويل ادد فور اور ميديسين ذس وان. اوكي سو جريت بليجر تو بي وذ يو. اتس ا فيري اكسايتنج تايم. وي جوينت تو سي سم ريلي اكسايتنج داتا. Very effective new treatment for diabetes, combination of a GLP-1 receptor agonist and a basal insulin. So that's liraglutide and degludec in one injection. Very effective at blood glucose control, big reduction in risk of hypoglycemia, and positive weight effects. And also with us, Dr. Yasser Shetta, أستاذ البطنة والغدد الصماء. هيكلمنا بيترجم لنا حتى ويقول لنا ايه رأيه في الدواء الجديد اللي نزل بالنسبة للمرضى. الحقيقة احنا بنقدم امل جديد لمرضى السكر بوجود combination من two medication، يعني من احسن ما يكون اللي يضافوا لأول مرة، بيقللوا الريسك في حدوث هبوط السكر النوبات المتكررة مع الانسولين، وبرضه بيقللوا نسبة حدوث زيادة في الوزن اللي بتحصل دايما مع الانسولين، وبيسيطروا على السكر اللي الصايم اللي بيبقى في بداية اليوم وكمان اللي بعد الاكل بعد كده، وبالتالي بيكفر المثلث كله بالكامل، سيطرة على السكر مع الوزن مع قلة خطر هبوط السكر، وبالتالي امل جديد وانجاز كبير. وبنشكر جدا جدا الشركات المصنعة. شكرا شكرا لكم جميعا. شكرا شكرا. ثانك يو.